واحنا مسافرين المنصورة، فأول حفلة للباند هتحقق لنا انتشار برا القاهرة. عدت قدام عينيا كل أحداث السنتين اللي فاتوا، من أول ما خرجت أنا ومصطفى ياسين وسوكا من عين شمس الشرقية في 2009 رايحين لوسط البلد عشان نقابل جو ونكون الباند اللي بنحلم بيه من زمان. السلم ده انا مش قادر يا جماعه، ده نفسي اتقطع. انا من اول مره، من اول مره خلاص مش عايز العب مزيكا. انا كده ممكن ابطل هنا مثلا بعد اسبوعين. انا مش عايز البند خالص، مش عايز اعمل بندات. ايه دي يا جماعه؟ واتفاجئت من مكالمة سوكا، لأني آخر مرة شفته وسمعت صوته كان من حوالي 8 سنين، وده لأن سوكا يبقى ابن عم سوقي أعز أصحاب والدي. وفي اليوم المحدد اللي اتفقنا عليه مع جو رحنا له أنا وأحمد ومصطفى، وطبعا أنا ما كنتش قابلته من 8 سنين، ورحنا له وسمعنا الأغاني واتبسط جدا وكان متفاجئ. وبعد كده قررنا نعمل البروجكت اللي احنا كنا جايين له عشانه، اللي هو نعمل باند ويبقى ليه مزيكا مختلفة. فقال لي طيب انا هاجي ومعايا اتنين صحابي. فضحكت وقلت له دول السنيدة يعني ولا ايه يعني. ولكن سوكا ما قاليش الاتنين دول مين. المهم جه يوم السبت ووصل سوكا ومعاه صحابه، فسبحان الله ارتحت لهم قبل ما اعرف هما مين ولا بيعملوا ايه. وبعد نقاش وونسة عرضت عليهم الناس مع الاغاني، سمعت اغنية الفلاحة، ودي اول اغنية فاجئتني بصوت احمد. في الوقت ده عرفت ان الناس دي ما بتهزرش وموهوبة بجد، وحاسين ومؤمنين باللي بيقدموه. واتفاجئت اكتر بشاعر قوي هو مصطفى اخو احمد، وقد ايه هما التلاتة مكملين لبعض وعندهم هدف وطاقة قوية في تحقيق النجاح. زي لون الشمس صافية لما بتحكي، زي موج البحر ثايرة لما بتغضبي.
شيرين كانت من الأشخاص المؤثرين جدا في مشوار 10 غربي. أنا شخصيا اتعلمت منها حاجات كتير وأثرت فيا فنيا بشكل قوي. قعدت فترة طويلة أنا وشيرين بنذاكر مع بعض ومختلطين بشكل شخصي لمسافة بعيدة، وكان في بيننا نوع من الألفة والصداقة الجميلة. شيرين كانت بتضيف لعشرة غربي كتير لأنها من الميوزيشن اللي بنقول عليهم كرياتور أو مبدعين. كانت دايما بتضيف للألحان ودايما بتبتكر طرق أداء بتقدم عشرة غربي كتير. هي كمان كصوت هي خامة صوت قليل إن أنت تلاقيها، بتعرف تشكل نفسها حسب التراك وحسب الأغنية ما هي عايزة، وبتقدر تتواصل مع الناس بشكل جميل جدا. وفعلا جو اتفق مع ناس تاني ان احنا نقابلهم، وكانت فرقة موجودة بالفعل وعاملة حفلة قبل كده بس وقفت سنة لانها كانت بتعمل تعديلات في اعضاء الفرقة وفي شغلها كمان الفني، وقابلناهم واتبسطوا بينا واحنا اتبسطنا بيهم كاشخاص، واتفقنا ان احنا هنجرب اللي ممكن نعمله مع بعض، واذا كان الموضوعين فعلا قابلين ان هما يكونوا موضوع واحد ولا لا. ولكن في نفس الوقت كنا بنتقابل مع جو وبنقعد نلعب مزيكا وانا اقول شعر وكنا بنعمل تباكات، وكنا متفاهمين مع بعض جدا لاننا بنحمل نفس الاتجاهات الفنية ونفس الرؤية، ولكن هو بيشتغل مع فرقة واحنا بنشتغل مع فرقة تاني خالص. وبعد كده انا ومصطفى واحمد وجو قعدنا نألف اغاني جديدة على الاغاني اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، وجو كان عنده اغاني وكنا حابين نبتدي بداية قوية، وقعدنا فترة ندور على بقية الممبر. وبعد كده اقترح جو جيتاريست كان معاه في فرقة بيلعب فيها قبل كده، وكان خالد الجبري. أنا وجو نعرف بعض من زمان، لعبنا مزيكا كتير قوي مع بعض، لعبنا تراكات كتير قوي مع بعض في باندات كتير قوي قبل كده. وجو لما اتعرف على أحمد وسوكا ومصطفى وسمع تراكاتهم ابتدينا ندمج المزيكتين مع بعض، التراكات اللي كنت عاملها أنا وجو والتراكات اللي عاملينها عشان نعمل بروجكت جديد لباند اسمه 10 غرب. ومن بعديها ابتدينا ندور على ناس تلعب معنا مزيكا يكونوا شبهنا وشكلنا ويكونوا نفس دماغنا عشان نعمل صوت واحد في مزيكا واحدة اسمها 10 غرب. ربنا شرف ان احنا نكون موجودين معاكم هنا تاني.
واسم الباند اكتشفناه بالصدفة ان هو اكتر حاجة ملائمة لينا من خلال قعدتنا فوق السطوح عندنا في البيت. اكتشفت نوع المزيكا الشرقي اللي هو بيمثله العود وبعض الالحان البلوز والافرو والريجي اللي بيمثلها الكيبورد. وفي يوم من الايام بعد ما خلصنا البروفة بتاعتنا نزلنا وسط البلد قعدنا على القهوة وابتدينا ندور على اسم الباند، وكنا متفقين مبدئيا على ان اسم الباند هو اول رسالة بتوصل للمستمع اللي بيجي يسمعنا، فلازم يكون معبر عننا جدا ولازم يكون صادق. طرحنا اسماء كتيرة جدا وكانت كلها في نفس المضمون، كانت كلها بتقرب لفكرة المزيكا اللي ملهاش حدود، لغاية لما مصطفى اقترح فكرة 10 غربي، الاسم اللي بيعبر عن ان احنا ممكن نلعب اي شكل مزيكا في العالم. وده خلانا خلاص حددنا بشكل نهائي شكل المزيكا اللي هتكون موجودة في الباند، وهي الورلد ميوزك اللي بتحلنا ان احنا نلعب اي شكل من اشكال المزيكا. ان انت هتكون جاي الحفلة بتاعة 10 غربي وانت عارف ان انت ممكن تسمع اي نوع من انواع المزيكا اللي في العالم. جو انا اعرفه من 2004 وبنلعب مزيكا مع بعض باند اسمه اوغريس، فقعدنا فتره مع بعضينا وبعد كده كل واحد اختفى راح بيلعب مزيكا مع فرق تانية. ففي مره جه جو كلمني قال لي يا زتونة في باند اسمه 10 غربي عايزين نعمله، في حد اسمه احمد ياسين ومصطفى، احمد ياسين بيغني ومصطفى بيكتب شعر. فقلت له تمام اسمع واجي اسمع الموضوع عامل ازاي. فرحت له قعدت مع احمد ياسين حضرت معاه مرفتين، فانا قلت اجرب معاهم. انا كنت انا من نوع الرفض العب مع حد تاني، فسمعت الموضوع عجبني. فشويه شويه اتعرفت على جابريو وكرداني، فلعبنا مع بعض في ساقيه وجنينه الازهر بارك وكارو جاز، فلينا ناس كتير من الزكاتيه يعني حابين الموضوع كمان كهاني عادي فرقه وسط البلد عمرو يحيى. فالناس انا قالوا ان انتوا باند كويس وفي مزيكا وفي صوت حلو فكملوا، فبنكمل وربنا يكرمنا ان شاء الله. ان احنا بنعمل كل حاجة لنفسنا من الالف الى الياء حاجة يعني معاناة، ولكن المعاناة دي خلقت اصرار جوانا ان احنا نبقى احسن، وكمان ربنا كان بيخلينا نقابل في السكة ناس يساعدونا واشخاص كويسين، وكمان اماكن زي احمد عبد القادر كمهندس صوت وعصام السحارتي كمان مدير وكالة الكاب جاز وهو محمد الازهري ساعدنا في حاجات كتير جدا اضافت لعشرة غربي. وفي حياتي العملية كارت دايركتور كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اضيف ده للبند، واحاول احط دوت من خبرتي ان انا اعمل بوسترز فلايرز بعمل اي نوع من انواع الدعاية للبند تساعدنا ان احنا نوصل لناس اكتر، ونحط ده فين والمين وبشكل عامل ازاي. مش بس كده، كنت بحاول برضو ان احنا نعمل شكل لينا على الستيج من الوان طريقة ستايل مش بس مزيكا، يعني بفكر فيها مش بس مزيكا، بحاول ازاي هيبقى شكلنا عامل ازاي، ازاي نعمل ويب سايت، ازاي نعمل شكل والوان للبند.
بالنسبه للبابات المكان اللي احنا بنلعب فيه زي كارو جاز افتر 8 الاماكن دي هو طبعا مفيده لينا كحاجتين كماديا وكفنيا ان كان في ناس بتتفرج على البندات بتلعب هناك كممثلين كمخرجين كعازفين كمطربين فكل الاشخاص المهمه المعروفه يعني فبتيجي نتعرف من الموضوع دوت يعني يجي حد يتفرج علينا زي اي ممثل او اي مطرب فيشوف الموضوع يعجبه ممكن نتعرف ماديا يعني بنصرف على الموضوع عشان البند وبنصرف نكمل بعضينا وفي نفس الوقت احنا بنحب نلعب في الاماكن زي ديت كاختبار. انا كنت اعرف جو من قبل كده اتقابلنا كذا مره في حفلات مختلفه بعد كده لقيته بيكلمني بيقول لي عايزين نعمل باند وكده ورحت وسمعت المزيكا وانبسطت جدا وبعديها بدانا فعلا بقى ننزل بروفات ونكون الشكل بتاع المزيكا اللي احنا بنلعبها دلوقتي. شبابيك بتطلع على حكايات وشوش بنشوفها في المرايات احاسيس شايلينها جوانا هي كمان بحالتها دي ممكن يعني حتى لو هي مش هنعملها هي يعني دي يا اما ناخدها كورس ونعمل عليها تراك يا اما هنستخدم الفكره دي في ان احنا نعمل الكذا شكل لل لا 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 للبشر هي كورس وبين بين بين انا بنقولها كذا مره طبعا وبين نحط الحكاية الشخصية أوريك شكل الكلام هيبقى عامل إزاي ماشي تمام هيبقى أحسن كمان. طب هي مساحته قد يعني هم أربع وزير يعني اللي هم عدهم بقى كده يعني قول لهم عشان نعدهم على قد ما الفانيوز اللي زي الساقية والجنينة وأصول الثقافة وكده بتساعد الباند على ان هو يظهر وكل حاجة بس برضو محيط الانتشار بتاعهم محدود. جاز كلاب من ضمن الرولز بتاعته ان لو انت في اي يوم الاسبوع لو انت بتلعب مزيكا بتخش من غير ما يبقى معاك كابل من غير ايج ليميت من غير اي حاجة فده احسن مكان احنا نعرف نتعامل فيه مع مزيكتية ناس عندهم خبرة اكتر مننا نعرف نتعلم منهم ونروح نتفرج عليهم او نلعب وناخد رأيهم وغير كده في طبقة من الناس طبعا تهمنا جدا كفانز للباند بتاعنا ان هم موجودين هناك طول الوقت متواجدين بشكل دائم يعني
فبننبسط واحنا معاهم وبنحاول ان احنا نسعدهم ونبسطهم ويرقصوا ويبقوا متحمسين جدا وهم بيسمعونا وحاولوا يجولنا تاني الشهر اللي بعده او يعني واتفر احنا ننزل امتى يعني. ف يعني من ضمن الحاجات الكويسه اللي حصلت لنا ان احنا بدانا ننزل جاز كلوب لان فعلا جمهور مختلف وجو مختلف خالص. بنبقى دايما بنجهز للحفله بتاعه جاز كلوب دي عشان بتهمنا راي الجمهور اللي هناك وراي الميوزيشنز اللي هناك ان هم يجوا يقولوا لنا مثلا ايه ده انتوا الاغنيه دي حلوه لا الاغنيه دي مثلا كذا الاوتبوت بتاعكم مثلا محتاج يحصل فيه كذا. فمهتمين بالموضوع ده. بابا زهقان تعال نتمشى كده يلا ناكل من عند سامي يلا نطلع عند سامي. مهم جدا مهم التنين. السلام عليكم. السلام عليكم. امورني جميل مصر هدى واحد كنترولي. بص الكفته بعد ما خلصنا وحسينا اننا دلوقتي ممكن نبتدي نعلن عن اننا موجودين ونبتدي نعمل حفلات ونعرف الناس ان 10 غربي ابتدى يكون موجود في الساحة، عملنا فعلا اول حفلة لينا وكانت يوم 8/8/2009 والحفلة اخدت رد فعل كان مفاجئ لينا بشكل كبير. الناس اتبسطت جدا وسمعنا كلام كويس عن الحفلة وسمعنا نقد بناء جدا وابتدينا شغل تاني بعديها على طول بسبب الحماس اللي الحفلة اديتهولنا. وعملنا الحفلة التانية وراها على طول وكانت يوم 14/8 وكانت في الأزهر بارك. والغريب ان الحفلة اخدت نفس رد الفعل وابتدت الناس تقتنع ان احنا مش واخدين الموضوع كهواية وابتدت تفهم ان دي مش صدفة وابتدوا يحسوا ان البند ده عايز يكسب ثقتهم وعايز يكسب احترامهم. لما كل الناس تسيبني
بعد كده بتيجي مرحلة الاستوديو، بنتجمع مع بقية الميوزيشن كلهم وبقية الأعضاء كلهم بتوع الباند ونسمعهم الأغنية والشكل العام، الروح العام للأغنية. وبعد كده بيبتدي كل فرد فينا يتخيل الموضوع، يتخيل إزاي هيوظف آلته جوه الأغنية، وده بياخد وقت شوية في الاستوديو لحد ما بنستقر على شكل نهائي للأغنية. بص العد ازاي، العب كده، اعمل وقف يعني، اعمل العد وقف. لا طب قبلها بشويه، ايوه تمام. بدايتي مع 10 غربي كانت من حوالي سنتين، كانت يوم الموسيقى العالمي في جنينة الأورمان. اليوم ده هو كان حاجة كبيرة، كانت نقلة بالنسبة لي أنا شخصيا، إن أنا أبتدي أتعرف للناس وأبقى مشترك مع كذا باند تاني. كان نازل معنا وسط البلد وكايروكي وبعض الفرق التانية، وكان من وسط الجمهور مصطفى ياسين وأحمد ياسين وسوكا، وده كان أول يوم يتكلموا معي فيه إن أنا أجي باند 10 غربي. كان لسه مشروع صغير، كان الوركشوب اللي حصل اللي أنا بحبه في 10 غربي، الوركشوب حصل ما بين أحمد ياسين وسوكا ومصطفى ياسين وجو. قعدوا حوالي فترة 6 شهور يحضروا أغاني، بعد كده ابتدوا يتكلموا الناس. كنت أنا تقريبا آخر واحد دخلت الباند. دي كانت بدايتي مع 10 غربي. ماشي حلو. 1 2 3 4 طبعا. دي تروح بص هتقولها ازاي؟ طيب مقترح ان احنا نعمل من اكتر الحاجات اللي انا بحبها في 10 غربي فكره التيم وورك. كل واحد مننا ليه مهمه جوه الباند، مش مجرد ان هو بيلعب على الاله بتاعته وخلاص. سوكا بيلحن، مصطفى بيكتب، احمد بيغني، وجوي يوزع. فكره التوزيع احنا بنشترك كلنا في توزيعات، سوكا يخلص لحن الاغنيه، احمد ياسين يغنيها، نبتدي نخش الاستوديو. بيبقى توزيع كل واحد بيحط فكرته، يعني جابري يحط الفكره بتاعته، انا ممكن ازود فكره، كرداني. فالروح دي هي اللي بتطلع الاغاني بالشكل النهائي اللي احنا بنسمعه ونشوفه مع بعض. بيجي جو وسوكا واحمد ياسين ومصطفى. احمد ياسين بيسمع جو اللحن عامل ازاي والكلمات، فبيجي جو وسوكا بيوزعوا الموضوع مع بعضهم. بعد كده بيجي في البروفا بيسمعوها لنا، فكرداني بيلعب الريتم اللي هو سمعه مع الموضوع عامل ازاي، فبنشوفه لايق مع التراك ولا لا. وبعد كده انا بحط اللعب اللي انا هلعبه، اذا كان كونجا او بونجز او دف او طبله، فنطلع ريتم مع بعضينا انا وكرداني، هو يقول لي انا نعمل ايه، وانا برضو اقول له حط اعمل حاجه هنا برضو. فبنخلص الريتم اللي احنا بنطلعه مع بعضينا وناخد راي الناس، يعني يا جماعه الموضوع شايفين الريتم ده كويس، حلو البيت ده، حلو تمام بنكمله بنلعبه. جو يقول لي مثلا عايزين بعد الكوبليه مثلا عايزين نلعب سولو هنا، دف او سولو درامز او سولو جيتار او سولو حاجه معينه. فبس في حد واحد فينا، كل واحد بيلعب مثلا، لو انا هلعب سولو بحط سولو مثلا بعد الكوبليه، سولو ارتجال. وفي نفس الوقت في ساعات بنعمل سولوهات محفوظه بين انا وكرداني كارتام بنلعب مع بعضينا. يلا
خش لك صح. ولا جوه كادر كده اكيد في السيستم. هو استنى استنى عندي كورت كده هو كده هو انت بس بقى ليه مورج. طب انت ما ليه ما عارفش السيستم اكيد انت حاجات بتاع عشان اول ما جبته ابتديت ايه انا عشان دلوقتي انا بس انت كمان ده اللي هو شغل الكارتريج ها الكارتريج يا جو يا جون يا ابو غير البداية طبعا بتبقى مع الكلام لان البطل في الاغنية هو الكلام وهو ده الاساس. مصطفى بيكتب الكلام او سي اي شاعر تاني بيكتب لنا الكلام انا بلحنه او جو او احمد او اي حد في البند بلحنه بشكل مبدئي كده في البيت مع نفسه او بنلحنه بشكل جماعي بنعمل عليه وركشوب وبعد ما يتلحن بنعرضه على بعض. لو انا لحنته مثلا بعرضه على جو لو جو لحنه بيعرضه عليا وهكذا. وبعد كده بنحط له شكل التوزيع مبدئي بنحاول نتخيل الآلات هتبقى عاملة ازاي يعني توظيفها في الأغنية. كان شيء جديد ان يكون شاعر عضو في باند
عليه نفس الحقوق وليه نفس الواجبات بتاعة الميوزيشن والملحنين والموزعين، لان الباندات كانت اعتدت ان هي تاخد الكلام من شعرة وتلحنه، والشاعر ما بيبقاش عضو في البند، بيبقى زيه زي اي حد بيتعامل معاه على انه بياخد منه تراك. ده كان جديد شوية على الناس، ولكن ده خلقه وجودي انا واحمد ياسين وسوكا من قبل ما نعمل عشرة غربي بسنين مع بعض كباند صغير. ده خلى الناس في البند، لان انا عملي كان بيتوقف عندما يبدأ عمل الاخرين زي ما بيقولوا، ان هم يطرحوا عليا فكرة ان انا ابقى مدير البند. وطبعا لان ما كانش عندي خبرة في ده هم ساعدوني جدا، واللي عنده خبرة في الموضوع ده وتعامل مع مديرين بندات قبل كده ابتدى يفهمني ده ممكن يحصل ازاي، وايه المميزات والعيوب اللي ممكن اوقع البند فيها بدوري ده. وطبعا يعني لان ده كان شيء جديد عليا، ولان كان عندي دور تاني هو اني اكون شاعر في البند، خلاني اعمل ده بشكل حتى لو ما هواش بروفيشنال، اللي هو بس يبقى دور تنظيمي او تنسيق في البند. انا بشتغل سوشيال ميديا سبيشالست، يعني بمثل البراندز مثلا عن طريق فيسبوك او تويتر. ازاي مثلا ناخد الفيدباك بتاع اي براند عن طريق فيسبوك من الناس، من الفانز بتوع الصفحة وكده. وبصراحة حاولت استغل ده مع الباند، بان مثلا طريقة ان الفان بيج بتاعتنا تبقى فيها صور لينا وفيها فيديوز لينا، وازاي نتكلم مع الناس و ازاي ناخد رأيهم عن الاغاني بتاعتنا ويتكلموا اكتر معانا، بحيث ان احنا نقدر نطلع منهم وهم يطلعوا مننا اكتر استفادة، من احنا يعني نعرف نوصل لبعض اكتر. يعني هنتقابل هنا الاول نعمل نظبط التراك اللي هيقوله عمرو يحيى، تمام، وغالبا وناخد حوار ميخا بالمرة، عشان ميخا هيجي الاستوديو كمان كام يوم عشان هيبقى مسافر. طب واسفلت وهيجي اسفلت بقى معانا في الاستوديو قشطه، اما نعمل بروفتين كمان عشان هم الوحيدين اللي هنعمل لهم مزيكا، فلازم نعمل كذا بروفا. طب انا بقيت الناس هيبقى الحوار فوكالز بس. اه تمام خلاص بس اكلمنا بقى. قشطه قشطه، سلام عليكم. جود نايت. حلو جود نايت. مش نايت الخير. ازيك عامل ايه؟ صباح الفل. الحمد لله. سباك. يا رب. سباك.
حاجات دي هنا والحاجات يعني ليك عندنا كذا مرة اللي انتوا قلتوها دي متهيألي انا ما سمعتهاش ما هي لو عليا انت ما سمعتهاش غناها مرة واحدة في الجاز ممكن سمعتها في جاز كلوب بس غناها مرة في الجاز لأنها جديدة مش قديمة أنا أهم حاجة عندي أصلا بعد التجاوز دلوقتي هيبقى في مشكلة تاني إن أنا لو كنت هتغني النقطة كان ممكن أطلعك يعني كده كده اتأخرت تيجي وقت ما تيجي تطلع بس كده عشان هتطلع مع أسفل فحاول إن أنا ما أتأخرش احنا هنيجي على طول على فكره مش هنروح في حته يعني هنشوف بس العيال اللي معانا عشان معانا قص ولزق والبند بتاعنا وبتاع هنشوف هنعمل ايه وهنيجي عليكم على طول سلام يا كبير سلام يا حبيبي طبعا عشان مش عايزين نتاخر عليهم لو دول هيقعدوا في الزمالك بس هيقعدوا يا استاذ ما لا احنا مش هنقعد معاهم بقى تحضير حفلة مش عشرة غربي كان من أصعب الحاجات طبعا اللي كانت بتواجهنا في الحفلة بالنسبة لمواعيد الناس بتشتغل في كذا مشروع تاني الناس اللي كانت نازلة جيست معنا في كذا مشروع هم شغالين فيه فانك توفق التوقيتات دي كلها مع بعضها دي كانت أكبر مشكلة بتواجهنا في الحفلة بس الحمد لله الناس كانت مهتمة جدا بالموضوع كان كل واحد بياخد الأغنية بتاعته يحفظها يحفظ اللاين بتاعه يحفظ الغنى ازاي فحتى الاهتمام ده حتى فرحني جدا بالناس وان هي قد ايه مقدرة الشغل بتاعنا وقد ايه هم مقدريننا وانا حسيت ان هم كانوا خايفين على الحفلة زينا زيهم الفرق الاندر جراوند يعتبر اساسها الحفلات اللايف واول معرفه للناس للجمهور بتبقى عن طريق حفله لايف غير الغنى الكوميرشال بتبقى اول معرفه من خلال سي دي او كاسيت احنا بتبقى عندنا الحكايه مختلفه شويه وفي اللايف في متعه اكتر لان في انت بتتقبل رد الفعل مباشره وبيبقى الاحساس اقوى اما في التسجيل ما بيبقاش في متعه بس هي حاجه مهمه لان من خلاله بنوصل لاي مستمع اللي هو ما بيقدرش يجي للحفله اللايف بنوصل له احنا لحد البيت ومن خلال التسجيل بنقدر نحقق فكره الصوت والكواليتي العالي والتسجيل مهم جدا لان السي دي او الكاسيت بيخلي الاغنيه موجوده دايما وبتوصل لكل الناس ونهز صخر الارض السلام عليكم الاول واحلى حاجه ان الواحد النهارده يعني بيلعب مع 10 غربي بس هم فعلا 10 غربي واصحاب قوي يعني نفتح ببان السر والكتمان
تخرج حاجات مدفونة ليها زمان، نفتح بيبان السر والكتمان، تخرج حاجات مدفونة ليها زمان، نرسم خطاوي الحلم بالألوان، ونغني غنوة يعيش بها الإنسان. بشكر فرقة عشرة غربي ان هم دعوني ان انا اغني معاهم، وياريت نفضل نتعاون على طول كلنا. اعلى حاجه في الاندر جراوند سين المصري ان الميوزيشنز كلهم في زي وصله ما بينهم وما بين بعض، ودايما بيحبوا يساعدوا بعض. يعني اذا مثلا في باند ميوزيشن من الميوزيشنز يعني عنده حاجه او مشغول او كده، كله بيساعد بعضه ان ده ينزل المكان ده او كده. ودايما بنبقى عايزين نسمع اغاني بعض او نروح حفلات بعض عشان نحاول نتعلم من بعض على قد ما نقدر. بنبقى عايزين طبعا نوصل لاكبر عدد من الناس، بس نبقى محدودين شويه لان الفينيوز يعني اللي بتنزل اندر جراوند باندز بتبقى مثلا الساقيه او الجنينه او كده. احنا كنا حاسين ان احنا مختلفين، مش بس عشرة غربي، هو الاندرجراوند ميوزك كلها، الاندرجراوند باند في اختلاف في الموضوع. احنا كل اهتمامنا كفرق موسيقية اندرجراوند ان احنا نوصل الاغاني بتاعتنا للناس، نوصل اغانينا للطبقة العريضة، ان احنا حاسين وشايفين ان هي تستحق ان هي تتسمع زي فنون كتير جدا في مصر مش واخدة حقها. فجت فكرة التسجيل ان احنا لازم نخش استوديو نسجل أغنية عشان نسمع الطبقة العريضة من الناس الأغانينا، بشكل ده توصل للناس أكتر وأسرع. حلم سارح على المدى وارتاح كمش متجددة، حلم سارح على المدى وارتاح كمش متجددة، والحزن بتشاف في العيون والأفئدة لساك يا خوف. حفلة مش عشرة غربي كانت من أهم الحفلات اللي عملها عشرة غربي. الفكرة أولا كانت جديدة، ما كانتش فكرة إن باند يعمل حفلة مع باند أو الإيفنتس دي موجودة من بدري جدا في وسط الأندر جراوند بتاع الفرقة المستقلة، ولكن التجميعة نفسها كانت مختلفة وجديدة، والأشخاص نفسهم كانوا أشخاص على المستوى الفني أقوياء جدا. فكرة ان يكون اسفلت موجودين باند راب وميخا وهاني عادل وعمرو يحيى واحمد بحر وامير عيد، كلهم اصواتهم واشكالهم مختلفة عن بعض، وهو جوه بنداتهم وسط البلد مختلف عن بلاك تيما عن اسفلت عن كايروكي عن كراش بوم بانج. انا جوه زحام عشرة غربي، نرسم خطاوي الحلم بالألوان، ونغني غنوة يعيش بها الإنسان، نلمس سحاب السماء ونهز صخر الأرض، لما الحياة تفتح ستار العرض، على دنيا جاية من جديد فيها المحبة فر شبابي، بتطل على حكايات وصوص بنشوفها في المرايات، شبابي بتطل على حكايات وصوص بنشوفها في المرايات، أحاسيس شايلينها جواك هي كمان بحلال.
تفتكروا هينفع اغني بعد الاحساس ده؟ الحفلة دي كانت مهمة جدا لان فكرتها كانت جديدة واعتقد ان هي مش هتتكرر، مش عشان احنا حققنا الاسبقية فيها ولكن هي عشان الفكرة اتحرقت. لكن اصلا فكرة ان البندات تكون موجودة مع بعض دي من اكتر الحاجات اللي بتميز الاندر جراوند. زي ما كنا بنقول من شوية ان البندات كلها عندها هدف واحد وان هي ترتقي بمفهوم الاندر جراوند كله ويوصل للناس وان الناس تبتدي تلتفت للفرق المستقلة وتفهم ان هي بتعبر عن الشارع وبتعكس اللي موجود، بيخلينا كلنا نتعاون مع بعض، وده اللي سهل علينا فكرة ان احنا نفكر في حفلة مش عشرة غربي. نشرك النجم في غنانا ننسى اوجعنا وشقانا، نشرك النجم في غنانا ننسى اوجعنا وشقانا، نلمس النجم اللي طاير في البراق. انا دبت بزمتي على هداك من كتر التدوير على الاحباب، انا دبت بزمتي على هداك كتر التدوير على الأحباب، لو أعترف حبيب ده أرقص من كتر الإعجاب. شكرا جدا عمرو يحيى كراش بوم بانج وأسفل ميخا وأمير عيد وهاني عادل. لما الدموع تملى عيوننا وخوفنا يفضحنا، نلبس اواه طوب الفرح والرأس والمغنى. لما الدموع تملى عيوننا وخوفنا يفضحنا، نلبس اواه طوب الفرح والرأس والمغنى. صوت الغناء يملى الفضاء والكل يسمعنا، نطرد خفافيش الألم بالكلمة والمعنى. نفتح بيبان السر والكتمان، تخرج حاجات مدفونة ليها زمان. نفتح بيبان السر والكتمان، تخرج حاجات مدفونة ليها زمان. نرسم خطاوي الحلم بالألوان ونغني غنوة يعيش بها الإنسان. نفتح بيبان السر والكتمان، تخرج حاجات مدفونة ليها زمان. نفتح بيبان السر والكتمان، تخرج حاجات مدفونة.
كنا ليها زمان، نرسم خطاوي الحلم بالألوان ونغني غير